الأمطار واتحاد الصيادلة العرب شهر أكتوبر الماضي. هدف الجميع هو تطوير خريجي الصيدلة بالدولة من خلال تبني برنامج الزمالة في مختلف. أهلا بكم إلى لحظتنا هذه. أدعو الأستاذ باسمي وباسم العاملين والطلاب والطالبات، نرحب بالأخوة الضيوف في هذه الجامعة مقدرين لهم مشقة السفر للوصول إلى هذه الجامعة. فنحن نريد بهذه الافتتاحية أو بهذه الاحتفال المباشر كما لا يفوتنا أن نشكر جميع الحضور ونسأل الله أن قدير أن يوفقنا في هذا المحفل أو المنشط العلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أوجه امتناني وتقديري إلى السادة القائمين على هذا المنشط العلمي على رأسهم عميد السيد المصطلحات وبعض الطبية وبعض المناهج التي لها علاقة بالكلينيكال سايد على مهنة وأخلاقياتها والأثقة بمهنة الصيدلي ودوره. قليل الوفاة في غياب دور الصيدلي. آخر دراسة دارت في 2021 تدل على أن حوالي 15 معينة داخل المستشفى تتراوح ما بين سنة إلى سنتين إلى ثلاث سنوات في هذا التخصص للحصول على أفضل التدريب. طبعا في الفترة هذه وجودة نتيجة كسب الخبرة حيركز على المريض ويحاول يطور في المستشفى، وخاصة في المشاركة مع الفريق الطبي، ويؤدي مشاركته مع الفريق الطبي داخل الراوند في المستشفى إلى تقليل المشاكل الجانبية والإدفيرس. دكتور فتحي محمد الشريف، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة قسم علم الأدوية وأستاذ في علم الأدوية، نائب رئيس الجمعية الليبية للصيادلة ورئيس تحرير المجلة الليبية مجلة البحر المتوسط للصيدلة والعلوم الصيدلانية. اليوم قدمنا محاضرة بشأن التخصصات الصيدلانية في البورد العربي الليبي في جامعة عمر المختار بكلية الصيدلة، وكانت التعريف بالبورد والتخصصات الصيدلانية. ومستمرين في هذا البرنامج، ونشكر الجامعة على حسن الضيافة وكذلك على اختيار البرنامج لتفعيل الاتفاقية البورد الصيدلي العربي بالجامعة، وشكرا.